بنحييكم ببداية حلقة جديدة من مشاكل وحلول. وقت يلي بنقول حلقة جديدة أصدقائي، يمكن بتكون مشاكل قديمة، مشاكل متجذرة، مشاكل موروثة، ملفات عالقة، ملفات ما حدا بيعرف إذا كان بأيامنا رح نلاقي لها الحل. ولكن أهمية هذا اللقاء اليوم من خلال ضيفنا اللي بنرحب فيه مباشرة بالاستوديو، رئيس جمعية المزارعين أطوان الحويك، أهلا وسهلا فيك. رح نحاول معه أنه نوضح حقائق كثيرة عن هذا القطاع، ولكن أهمية المتابعة بهذه القضية ممكن أو مفترض أن يكون في إلها حلول، لأنه حقيقة المزارع على مدار السنة بنلاحظ بكل الأيام بيكون في إله معاناة، بيكون في إله هموم، بيكون في إله قضايا بيحاول قدر المستطاع أن يواكبها. من خلال ضيفنا اليوم قد تكون الأسئلة كثيرة متعددة، ملفات منحاول قدر المستطاع أن نقرأها بتفاؤل، ولكن الواقع ممكن أن يكون غير هيك مباشرة. وعن أهمية كل هذه الملفات بيسعدني سوى رحب برئيس جمعية المزارعين من جديد أطوان الحويك، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ. يعني عفوا، بداية إذا بدنا نحكي نحن عن مشروع القطاع الزراعي اللي من خلاله نقول مفترض أن يكون في لهذه المشاكل حلول، ولكن بين فترة وفترة بنتفاجأ، وآخر مفاجأة كانت موضوع البطاطا، وقبله كنا عم نحكي عن التفاح، وقبله الحمضيات، وقبله الخضار، وقبله التغيير المناخي. كرئيس لجمعية المزارعين، كيف توصف الواقع اليوم أنطوان؟ أول شيء حلول؟ نعم، في مشاكل حلول ما في. مين المسؤول برأيك؟ الدولة كلها. نظام، النظام السياسي، قصور النظام السياسي عن أنه يكون عملي ويقدر نعم. يوصل لنتائج عملية على الأرض. نعم، من 14 سنة إلنا بهالملف، من سنة 2000 عم نشتغل، حطينا حلول لكل المشاكل الزراعية. بال 2002 تقدمنا بأكترية الاقتراحات الأوانين والمراسيم وشو لازم يكون، وعملنا الخطة وقدمناها، بلشنا نناقش فيهم، وصلنا لمطرح ممنوع تحكي بأي. مين اللي منعك؟ النظام، عم بقلك النظام السياسي. نعم، نظام كله، يعني الأحزاب غير واردة في تركيبة السلطة المالية والسلطة السياسية. هودي ما بدهن هالقطاع يتحرك. أسبابه بالمختصر أنه من فقر هودي الناس بيبيعوا الأرض تبعهم، في مستثمرين بيجوا بيشتروا، في ناس بتعمر، في ناس بتبيع وبتشتري وبتربح. نظام زبائني منه نظام إنتاجي. يعني هذه المجموعة اللي بالحكم من هذيك الفترة اللي أنا بلشت أشتغل فيها من سنة 2000 لهلا، وتعددوا كل الأحزاب بالسلطة اللبنانية، وصلنا لنتيجة ما حدا منهم بده يمشي بولا ملف. مشان هيك بقول لك المشاكل كتيرة، وكل يوم بدنا نلاقي مشاكل، وبدنا نلاقي كوارث، وبدنا نلاقي أزمات عند المزارعين وبالقطاع الزراعي والقطاع الاقتصادي. إنما حلول أستاذ نقولة ما في أي حل جذري وجدي نكون عم نحطه أو عم نعمله لنبني اقتصاد ولنبني مجتمع ولنبني وطن. طب إذا بدي أقول اليوم يعني المشاريع اللي عم نحكي عنها وهي مشاكل عالقة، يعني عودة الأردن لاعتماد الرزنامة الزراعية، منقول شو بدنا فيها، ولكن في اتفاقية التيسير يلي نحن وياك حكينا كثير وكثير عنها، ليش تنرجع نعالج هذه المشكلة واتخاذ قرار من جهة وحدة؟ وقت يلي منقول إنه الوضع مش على ذوقنا ونحن بدنا نغير، مشروع التغيير قديش هو مهم وشو بده؟ مشروع التغيير أكيد ما في غيره اليوم. نعم، مجبور تغير. ما عم نحكي سياسي نحن، بالألقاب لا والأسماء، حتى بالبعض يخدنا محل ما هو بده، عم نحكي نحن زراعة. زراعة، بالزراعة هو جزء من الملف الكبير. نعم، يعني الملفات الزراعية أعتبر أنا بدي أحكي بالزراعة. نعم، الضمان الصحي للمزارعين. طيب وقت تحكي ضمان صحي للمزارعين، كمان أنا 14 سنة بنشتغل بهذا الملف، وقد بدك تقارب هذا الملف عم بتقارب الوضع الصحي للبنانيين كلهم سوا. نعم، لأنه وقت يمنع المزارع يكون عنده ضمان صحي، نعم، يدخل بالإجباري ويمنعوه يكون بالاختياري. نعم، وهو مكشوف عندك 70% من المزارعين، يعني 250 ألف واحد بيشتغلوا بالزراعة، 70% منهم ما عندهم أي تغطية صحية. نعم، طيب بدك تفوت تقارب هالملف، بدك تقارب الملف القانون، قانون الضمان الصحي لكل اللبنانيين. نعم، وقت تحكي بمجلس نواب بيطلع لك قوانين، المشكلة عند المزارعين
بالقطاع الزراعي، قوانين للقطاع الزراعي، والمشكله بالقوانين للقطاعات الثانيه. في قوانين بس ما بتتلفى. لا لا، نحن بدنا قوانين بالقطاع الزراعي. هو قطاع هو يعني القطاع الزراعي هو قطاع على هامش المجتمع. يعني لا بتعرف من هو المزارع، لا مسجل، لانه القانون طلع بالخمسينات على ايام فؤاد شهاب، اجى قال بدي اعفي المزارعين من من كافه الرسوم دعما للزراعه. يعني لا يبغي المزارع، لا يبغي التصريح، الزراعه لا تبغي التصريح. طب ما صرحنا وبيع الزلمه على هامش المجتمع، مش انه بنسجله وبنقول له انت موفر صفى، انه اليوم مزارع تيجي بتقول له بدعم الضمان على السلطه، بتقول لك السلطه طب من هو المزارع؟ جينا عم نقول اذا بدنا نبني اقتصاد، نعم، فيك تبني اقتصاد غير على ارقام وغير على تسجيل وغير على وقائع على الارض. تعالوا نعمل شيء اسمه سجل زراعي، نعم، مثل السجل التجاري. بدنا نخلق له مؤسسات للمزارع. في رفض مطلق. ليش طيب الرفض يا اخي؟ عم اقول لك سلطه المال بدها تضل مسيطره على القطاع. طب دي سخافه لامور سخيفه بتطلع عليها بتلاقي بعدين سخيفة. بس من ناحيه الموقف، نحن الاسيات بالبلد، ونحن ما بدنا نعطي المزارع. النتيجه الحتميه لهالموضوع يا استاذ نقولها كانت الهجره، شرزمت المجتمع اللبناني، الهجره من الريف، افراغ الريف، الضغط على المدن، بيع الاراضي، بيطلعوا اليوم مستثمرين بتلاقي بالضياع بيعملوا سنترات وبيعملوا بنايات والى اخره، وهذا بيشتري ليرجع يربح. حكيناه هون التهجير هو احدى الاسباب. وبعدين عم بقول لك نظام منه عم يشتغل للناس، منه جاي يشتغل للناس، جاي يشتغل ليزيدوا ثرواتهم. طيب بتسمح لي بس كرئيس لجمعيه المزارعين بدي اسالك سؤال يمكن البعض بلومني عليه، ولكن بيقولوا انك انت دائما عم تنظر بسلبيه لكثير من الملفات، ايجابياتك عم بتكون كثير قليله خاصه بالتعاطي مع المسؤولين. عم بسألك سؤال لحتى اخذ جواب، واللي سألني اياه يوصلوا جوابك. نعم. هل ايجابياتك قليله مع المعنيين؟ يا اخي اذا في اذا هالمعنيين عملوا ايجابيه وحده بدنا نعمل لهم حفله ونجيب لهم رقاصه ترقص لهم. بالصراحه انا بحكي ملفات سمعون غنيه حلوه بنسمعهم، بنجيب لهم رقاصه ترقص لهم وبنعمل لهم حفله الى اخره وقت يكون في ايجابيه وحده. نعم. نحن اليوم بنحكي ملفات، انا ما بحكي ما بيجي ما بنهاجي لا وزير ولا مجلس ولا نواب. طب ملف البطاطا شو كان لكم ندور فيه انتو هلا بالازمه اللي صارت؟ طيب شو الازمه اللي صارت؟ ازمه البطاطا هلا اللي صارت. اول شيء صار في زرع كثير بلبنان السنه. بسم الله. لانه السنه الماضيه انبنت البطاطا باسعار كثير عاليه. عندنا بالبرادات كثير بطاطا لليوم. اكيد. الحاج السنه الماضيه بيع كيلو البطاطا بالجمله ب 1500 ليره، هي 1500 ليره، يعني هيدي عم توصل احجار وعملوا ثروات الشباب صحتين على قلبهم اللي كان عندهم بطاطا. لانه السنه الماضيه كان في طلب بالدول العربيه وكان في نقص بالانتاج، كل البضاعه راحت لهون. السنه المزارعين مثل العاده، السنه اللي بصير في بيع كثير، ثاني سنه كل العالم تزرع، كل العالم زرعت خسرت. هلا في بضاعه لازم تتصدر. صار في ازمه امنيه على الحدود السوريه الاردنيه. صار في ازمه امنيه على الحدود السوريه الاردنيه. طب الموضوع يعني الموضوع اللي عم نحكي فيه يعتبر كثير مهم، ولكن اليوم هي الازمه طالت اكثر من 100 شاحنه محمله بالبطاطا. كانوا رهن انه السلطات الاردنيه تسمح لهم يدخلوا بضاعه، والكلام عن انه مثل ما قلنا بالبدايه الاردن رجع يعتمد اتفاقيه التيسير وعم يعتمد رزلانه زراعيه بعيده عن اتفاقيه التيسير. قديش مهم خيطوني نقول انه هذا الملف هو مهم جدا باطار اهتمامك الدائم انت كرئيس لجمعيه المزارعين. اول شيء هيدي الملفات بدها اداره دائمه، والاداره الدائمه تبعها هو وزير الزراعه بيوفي. نعم. لانه هو السلطه التي تمثل لبنان بالتفاوض باي ملف مع الخارج. نعم. هلا الاردن هذا الملف، نرجع على البطاطا، ملف البطاطا له شقين، في شق امني يعني وصلت الكاميونات على الحدود وصار في معارك وكل العالم عرفت شو هي. رجعوا قالوا انه الاردن لتحمي مزارعينها اخرت دخولهم. اخرت دخولهم. هلا في هلا بالرغم من وجود اتفاقيه التيسير في بيصير جنتلمان اجريمنت بين لبنان والاردن. نعم. انه انا هذه صارت ايام دكتور حسين الحاج حسن، يعني انه اذا بدي ما بدي بندوره هلا بقلكم ما بتبعتوا لي، واذا بدكم بطاطا بقلكم ما بتبعتوا، يعني شغله هيدي. بس قصدي المعاناه قائمه، يعني رهن شو يا اخي؟ ماشي. نحن في رزنامه زراعيه اساسا نقولها، نحن رزنامه زراعيه عملناها بسنه 2007، تحطمت سنه 2012، الغيت. ما دافع عنا لبنان. هيدي تجدد كل سنه. كمان يعني نحن اليوم بدور رزنامه زراعيه. صار يروحوا يدوروا على قصص من تحت الطاوله، نحن ما بدنا من تحت الطاوله. اتفاقيه التيسير العربيه بنرجع بنكررها، اتفاقيه فاشله سيئه منا منطقيه. ما بدك تفتح
حدود بين دول بأنظمة اقتصادية مختلفة. نظام شيوعي فيك تفتحه مع دولة بالنظام ليبرالي مش وردي. نحن هاي لازم ننسحب منها أو نطلب تصحيحها. نعم. بمجرد ما وجدت عملنا بعد صار في كيرس عملنا الرزنامة الزراعية على أثر حرب 2006 حرب تموز. كان مفروض هاي الرزنامة نستمر فيها. للأسف سنة 2012 وزارة الزراعة اللي كان على رأس الدكتور حسين الحش حسن ما دافعوا عن هالرزنامة، طارت الرزنامة، رجعنا للخبيصة، رجعنا للي عم نشوفه اليوم. هيدي يا أستاذ الأولى اللا إدارة. هذا الملف بقلك أنه ما في حلول، مع بعضنا عم نحكي أنه ما في حلول، في مشاكل قد ما بدها، في تعويض إذا ما في حلول وفي خسائر ما في تعويض. مين بده يعوض؟ ما عملنا اقتراح قانون بمجلس النواب لنعمل شيء اسمه المؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث، يعني هاي شركة تأمين بضمن بأمن المزارع رزقه ومزرعته. طب ما من 2005 ممنوع يطلع من مجلس النواب. هيدي وحده من المشاريع الفاشله. نعم. اللي الدوله ضد الناس فيها. طبعا ما بدك شيء يا دوله، طلع لنا هالقانون يا مجلس النواب، طلع لنا اياه، نعمل هالمؤسسه، بيجوا كل المزارعين بسجلوا اراضيهم فيها، بصير في ضمان لهم اسيرانس اذا واحد صار عنده كارثة لاي سبب اللي كان، بيقولوا دفع بريم بتعوض عليه بطريقه حضاريه. طب استاذن خلي يجاوبوني استاذن اولى، انت قلت لي ليش عم يهجمون؟ ايه انا لا رئيس المجلس النواب ولا كل النواب، خلي يجاوبونا ليش هالقانون بعده من 2005 بلجنة الإدارة والعدل برسم كل النواب والسادة اللي امبارح جددوا لحالهم. يعني مرق على اللجنة، مرق على اللجنة، مرق لجنة الإدارة والعدل بشهر. نعم. كانون الثاني 2005 وبعده لليوم، وبعده لليوم ممنوع يطلع. خلي يجاوبونا حضرة النواب المجدد لقالون لثاني مرة. انت بتقول ممنوع؟ ممنوع. قصد الممنوع ممنوع ولا لعدم إمكانيات أو بحاجة؟ شو الإمكانيات يا أستاذ نوال؟ شو بده يكون إمكانية؟ قانون ورق هذا حكي، هذا بالحكي تحكي انت وياهم، تتناقش انت وياهم، بيطلعوا لك القانون، بتاسس تعمل هالمؤسسه هاي، بتنظم عمليه التعويض عن الاضرار بالقطاع الزراعي. ما بعود واحد يشبه على الناس، واحد لانه تابع للزعيم الفلاني بيطلع له مصاري، وهيداك لانه معتر فقير ما بيطلع له. جينا عم نقول الدوله هيك بدها، خلي يروح يقلنا دوله الرئيس والنواب الكرام المجدد لهم عن جديد. هلا فقط المشكله محصوره بالمجلس النيابي، هذا الملف، هذا الملف بمجلس النواب. نعم. لا ما طلعوا لنا اياه. طب هودي فاشلين، جدد لهم صحتين، مش عم اقول لك صحتين على قلبهم، اليوم هن مسيطرين على الارض ومسيطرين على البلد والنظام هو اللي مسيطر على كل. نعم. مرافق الوطن فاشلين. هيدا بقول لك، هيدا خلي يجوا يقولوا لي جيبوني كيف بدي يكون ايجابي يا استاذ نقوله مع انون بحل. طيب. مشاكل الفقراء وهن ضبين وممنوع يطلع، بدك كفي لك الملفات كلهم. انا وقت احكي يا استاذ نقوله باي ملف اللي كان بترجيهم للمسؤولين يطلعوا يجيبوني. إذا ما عم بيجيبوني معناتها هني مش قادرين يطلعوا يجيبوا، لأنه ما عندهم شيء، لأنه عم ندينهم ومنيح، وهني ملتهيين بشغلة تانية ما بده يفتحوا معارك جانبية، لأنه الأهم لهم بكل هالملفات هي شيء تاني، مش مصلحة الناس، مصالح أحزابهم ومصالحهم. طيب. وزيادة الثروات بالبلد. بدي منك يعني رأي بهذه المشكلة اللي قرأت عنها بجريدة الأنوار بحديث مع رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم الترشيشي، بيقول المشكلة اللي عم تواجه اليوم تصنيف الإنتاج اللبناني من البطاطا للأسواق الخارجية بتتعلق بالتصدير لسوريا اللي فتحت بوابها أمام البطاطا اللبنانية من 15 يوم، هذا الحكي من يومين ثلاثة، إلا أن المعوقات قد جاءت هذه المرة من السلطات اللبنانية اللي عم تطلب فحوصا مخبرية لإصدار الشهادة الصحية، هي غير مطلوبة من السلطات السورية نفسها كفحص عينة من التربة. شو ردك اليوم؟ صار في مشاكل اللي سابقة وراح بضاعة، هذه كل المواضيع أنت حكي عنها قبل. هاي أسنقول أنا في صار في مشكلة بالماضي، بضاعة رايحة لبنانية كان فيها عفن. نعم. بني أوكي. ونلقطت البضاعة على الحدود ورجعت تهربت البضاعة، يعني حتى الحجز على الكاميونات، حجز الكاميونات كانوا رايحين. وشو صار بعدين؟ ما اختفت الكاميونات، ولو بلد الفساد هيدا وبلد علي بابا بتعرف وين راحوا. نعم. وراحوا اندفع قرشين، انسحبت البضاعة، لن عرفت لين راحت ولا شيء. نعم. للي سحبها ولا سحبت تحاسب. طيب في تاريخ سيء بهذه بقصة التصدير ببعض الأوقات، في فحوصات. هلا ممكن وزاره الزراعه انه في ازمه تخفف، احنا بندعيها خفف من الاجراءات تبعي وسهل الامور وعلى السريع اعمليه. ما عندكم مختبرات؟ اطلعوا قولوا ما عندنا مختبرات، مصلحه الابحاث عندنا فاشله، ما قدرت عملت مختبرات تقدر تعمل فحوصات بالوقت اللازم. بس اخذت كثير شهادات تقدير واوسمه مثلا، وانا وياك هلا بعطيك، بدي اعطيك شي 20 وسام يا استاذ نقول ما هودي ما تقرب، انا بدي اعطيك اياهم بوزع لك انا ما هذا كله. نعم.
يطلع تطلع وزارة الزراعة عم تقول لي في فحوصات ومش عم تطلع بالوقت وعم يتعقدوا. تطلع وتقول لوزارة الزراعة يا أخي ما عندنا مختبرات أو مختبراتنا فاشلة أو مختبراتنا ما بتلحق. يقولوا شو المشكلة؟ هلا في فرق ما بتلحق منقول فاشلة. طب إذا ما بتلحق أنت لك يا أستاذ عندنا أزمات يكون عندنا أزمات من 15 سنة وعم بتقول لي في شهادات قد ما بدك. خلي تطلع وزارة الزراعة اللي عم أقول لك أنا خلي تطلع وزارة الزراعة تقول المشكلة موجودة بهالنقطة الفلانية. نعم. منيح؟ فحوصات بلا تنعمل لازم تنعمل. في اتفاق مع السوريين وقت اللي كنا فلتين حدودنا وكم أزعر بالبلد بالزراعة يبعثوا بضاعة مضروبة يقطعوها على سوريا أو غير سوريا ضمن الشحنات هوديكي ولقطت ورجعت تهربت. منيح؟ في اليوم رجعت تاخذ اجراءات. اعطيت عيني انه هذه البضاعه اللبنانيه هيك بتكون لا 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 يعني اذا كان فيها استثناءات منيحه. لا اليوم في اجراءات استثناء ولا في اجراءات متاكد انه صادراتنا مزبوطه. طيب هالاجراءات هيدي عم تاخذ وقت. هذا اللي عم الاستاذ ابراهيم عم بيعاني منه. نعم. تطلع وزاره الزراعه تقول انا هالفحص علنا عم بحكي مش انه تطلع على التلفزيون تعمل بيان توضح للناس شو المشكله. ليش عم تتاخر تطلع الفحوصات؟ عندها مختبرات تقول انا عندي مختبرات. ما عندي مختبرات تقول ما عندي مختبرات. عندي مختبرات ما بتكفي ونحن اداريا فاشلين تطلع تقول هالشيء هيدا. لنشوف كيف بدنا نحسن. انت مصر على الفشل ليه؟ خلينا نطلع نشوف كيف بدنا نحسن. سنقوله نحن النق والبكي بالنسبه لنا انتهى. ما بتحبوه ما بدنا خلص. طب موضوع نحن عم نقول في خطا هون بالمطرح الفلاني مش عم نقول لهم طيب نشدكم ما عادش بدنا نشدهم. نعم. عم نقول لهم انتم فاشلين بدكم تتغيروا ونحن جايين نغيركم. قادر تغير؟ انه نستسلم نستسلم للفشل اللي عايشونا فيه وللانهيار الكبير. قادر تغير؟ كلنا سوا بدنا نغير اكيد بدنا نغير. هيدا مشروع التغيير فور ايفر اللي انتم عم تشتغلوا ناشطين فيه. هيدا من ضمن في مشروع كبير اليوم بالبلد اسمه مشروع فور ايفر لبنان. شو قوامه هالمشروع؟ هيدا المشروع اساسا اولى اول شيء قائم على الاوادم تبع البلد. الناس اللي لا فاتت بالفساد لا فاتت بالانقسام السياسي. خلينا بدك بلشنا عم بحكي اللي ما فادوا بالفساد. اوكي. اللي ما منهم جزء من الانقسام السياسي والطائفي. ثلاثة. المعتدلين. ثلاثة. لأن بيحموا الوطن بس. اوكي. مش المتطرفين بيحموا. منه مشروع صدامي، منه طائفي، هو من كل الناس، من كل الطوائف، كل المناطق بلبنان. الناس اللي بعدها مآمنة إنه بدنا نوري لبنان لأولادنا. اوكي. هلا هودي الجانبين عم نجتمع، عم نتجمعوا وعم بيكبروا وعم ندور من خلال هالبرنامج ل 100 قيادة يكون نظيف. متخصص كل واحد بقطاعه خلال 4 سنين يكونوا جاهزين لنروح نقول لهم للبنانيه عندكم مجموعه فشلت لك شو عملت وعندك ناس جديد هودي شوفوا وخلال 4 سنين بدو يشتغلوا استاذ نقول مشان هيك نحن شو الشغل رح تعملوا هلا كلنا نحن بمشاريع دائمه مين بمول نحن بنمول كل واحد بمول يعني مثلا هلا يمكن طيب في عندنا لا 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 استاذ نقول بال50 دولار وال10 دولار وال20 دولار يعني مثلا هلا راح اعطيك مثلا يلا هاي المجموعه صار عددها 10452 احتفالا بهذا الرقم اللي عزيز على قلوب كل اللبنانيه لما بنقبل اقل منه بسنتي واحد قررنا نزرع 10452 ارزه وصنوبره وزيتون وهلا عم ننفذ هذا المشروع مين عم بموله كل شخص لبناني قادر يعمل يتبنى شتلي بحطها باسمه أو اسم ولاده يعني هيدي المشاكل انتو عم تلاقوا لها حلول هيدا اللي بدي افهمه هيدي لا هذا انتبه هيدي عم اقول لك هيدي عم نطلع قياديين يعني الناس اللي بتشتغل يعني بتعطيني ايماج جديده عن اكيد كيف طريقه العمل الديمقراطيه الشفافيه النظافه نعم منيح خدمه الوطن اللي هي بالاول اللي عم نركض في ناس كثير اليوم عم تركض صار عم اقول لك نحن بدنا نطلع بكل هالنشاطات اللي هي انتبه هيدا عطيتك هلا مثل هلا عم نعمله قلت لي منين الميل الميل لك وينه اي عم بسال عم نجيب الميل عم لك كل واحد بيعمل سبونسر لشتلي بيدفع 20-25 دولار عليها مع اهتمام 3 سنين وري 40 مره الحكي هين التنفيذ عم بيكون هين ولا عم يتنفذ يعني نحن اول مشروع ب 9 ديسمبر تيهنون الثاني بيتنفذ اول حرش بجزين وراح في 4 حراش راح باسم الفوريفر لبنان راح ينزرعوا شو راح تزرعوا ارز ارز انزرع قبل بجزين في كثير البلديه السابقه زرعت يعني جبل كبير بجزين ارز نحن بالتعاون مع جزين وكستنا نزرع كمان نحن بالتعاون مع جزين رح نزرع هذا المشروع ويمكن يكون ببسكنتا ويمكن يكون بقرنايل وبرشيا رح نزرع صنوبر وبسور رح نزرع صنوبر وبعكار رح نزرع بس امنيا شوي يزبط الوضع لنقدر نطلع على النفس
عندنا هاي المشاريع. هاي المشاريع شو طب زرعنا وخلصنا. هي طريقه استاذنا زرعنا وخلصنا. هذا الفوريفر شو هو مشروعكم؟ مش عم اقول لك المشروع هيدي. هذا المشروع نعم. هو اول شيء اجتماعي اقتصادي بيئي. اجتماعي شو بيفيدني انا كمواطن؟ انت نحن بدنا نشتغل وعم نشتغل على الضمان الصحي الشامل لكل اللبنانيين ان شاء الله. يعني شاء الله. نحن هيدي المعركه من المعارك الاساسيه اللي رح نخوضها. يعني بكره اذا قدرنا وصلنا نائب على مجلس النواب هذا الملف رح يكون بايده اول ما يفوت. رح يضلوا يناير، واذا قدرنا ناخذ اكثر نواب بنفرضها بالقوه. رح يكون لكم مشروع نائب يعني؟ نعم عم تشتغلوا على يكون لكم مشروع نائب. مشاريع نواب، مشاريع في 100 شخص، 100 قياده جديد عم بيتاهلوا هلا وعم يتدور عليهم لبعد 4 سنين نطلع بمشروع اسمه الخيار الجديد للبنانيين غير الموجودين. نطلع نقول للبنانيين هودا لهم 4 سنين ليكوا المشاريع اللي اشتغلوها، ليكوا وين دافعوا عن البيئه، شو اشتغلوا بالبيئه، دافعوا وعملوا معارك ونفذوا. سيدي بعيد عن السياسه عم نحكي نحن. اذا بدك اذا السياسه العقائديه اللي بنعرفها هون يعني يا مع محور ايران يا محور السعوديه ايه بعيد عنه. نحن مثل هي الخضر بيشتغلوا بيئه، نحن بنشتغل بيئه واجتماع، وضع اجتماعي وثقافي واصلاحي. منيح كل الامور الاجتماعيه اللي بتبعد عن البيئه. عم تاخذني تغيير واصلاح، عم تاخذني محل ما انت بدك. لا لا شو بدي، لا بدي ابتعد، لا بدي اخذك على مطرح. عم بحكي كلمات تقنيه اذا انت بدك تاخذها. لا مو تكنيك، ما عم نحكي نحن. هاي سالتك بعيد عن السياسه، انا عم بعني اللي عم بقوله. انا عم اقول لك في فرق استاذ، في فرق بين السياسه العقائديه يعني مع محور ضد محور، وفي السياسه اللي هي معروفه بالعالم كله. طب الاجتماعيه يعني نحن اهدافنا اساسا نقولها نحن مش الملفات المحاور ما رح نفوت فيها. انا معك، ولكن اللي عم نحكي شو بهم الناس باطار مشاكل وحلول؟ يعني اللي انت عم تحكي بمشروع حلول للابد. يعني انت كل مشاكلك لانا بقراها بشوفها كل يوم وين الحلول تبعها؟ عم تيجي تشتغل مع ناس يعني اساسا نقولها كلها. الوزير هو سيد قطاعه وسيد وزارته، النائب هو اللي بيشرع هودي. نعم. إذا بقينا عليهم هودي الموجودين هلا استاذ نقول 14 سنه ما قدرنا ناخذ، ما قدرنا ننفذ قانون المصرف الانتاجي. ليش صرت رئيس جمعيه ما استقلت؟ ليش بدي استقيل؟ عم بشتغل للقطاع عقد امكانيات. قلت لي 14 سنه ما قدرتوا عملتوا شيء، هيدا اللي بدي اقوله. انتبه قل لي، احنا هلا قطاع دفعنا عنه وعم نعمل له ليميت، مش عم نخليهم يخبصوا كثير. يعني احنا لو ما كنا موجودين انتبه، ما حكينا رزنا مشروعي عملناها ب 2008 لغولنا اياها ب 2012. نعم. طب ما هودي 4 سنين 5 سنين كان في رزنا، ما مين عملها؟ نعم. جمعيه المزارعين عملتها على راس السطح، عجبهم عجبهم، ما عجبهم ما يعجبهم. هي نحن عملناها وفرضناها وكثير امور عم نشتغل عليها وعم نقاتل. بس انا بدي احكي بحل شامل لفوت باعمل وطن واعمل دوله متطوره واحترم الانسان بالوطن. بعدنا كثير بعيد. نحن عم نخليهم، عم نمنعهم يفتعلوا بالناس، يفتعلوا بالقطاع، يخربوا اكثر ما عم بخربوا. موجودين بيعرفوا اليوم انه نحن عندنا حدودنا بالاذى. قد ايه بده وقت الناس اللي نحن حطينا 4 سنين اوكي لحتى نقدر نعمل هلا. يعني نحن قبل حوار المسيح الاسلامي عاملين لقاءات مع الست رباب الصدر بالموضوع الانساني، عم ناخذ الناس عم بيروحوا بغدوا بيتغدوا بابنه غدا او اهتمام بالعجزه ليشوفوا انه شو وضع العجزه بلبنان، ضمان الشيخوخه شو معناته، الضمان الصحي شو معناته. يعني هون ظهرنا من عملك كرئيس جمعيه مزارعين. انت عم تحكي عم نحكي شامل. نحن عم نحكي مشروع فوريفر لبنان شامل لكل اللبنانيين. بس استاذن اولى، متى ما نحن قدرنا نخرق بمطرح معين القطاع الزراعي هو من اول المستفيدين لنقدر نحقق له قضايا. خلينا نقول الو انا وانت. الو 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 بونجور بونجور، اهلا وسهلا فيكي، تفضلي. لورا كفوري. مين معي؟ لورا كفوري. تفضلي، اهلا وسهلا فيكي، تفضلي. حضرتك سالته مين يلي المامز تبع الفوريفر؟ مين؟ مين الأعضاء تبع الفوريفر؟ نعم. نحن منقول لك إنه مثلا أنا عضو بالفوريفر. نحن أشخاص فيني أقول لك إنه شبه يأسنين من البلد. ولقينا بهالجروب وأغلبيتنا إذا حدا بفوت عليها أغلبيتها من المغتربين يلي يأسنين. نعم. نحن شفنا بهالجروب إنه في نسمة هيك أمل. نحن يعني حتى مثلا متضايقين من البيئة عم نلاقي انه نحنا في شيء بدنا نحافظ على عن اقتناع. يعني انت انتسبتي عن اقتناع كلي.
أكيد ما حدا جبرني يعني. نعم. نحن عم نفتش على شيء يقدر يبقينا يرجع لنا أولادنا. أنا عندي 3 أولاد برات البلد. الله يخلي لك إياهم يرجعوا بالخير والبركة يا رب. ميرسي ميرسي. شكرا. عندك شيء بدك تقولي بعد للنقيب؟ تفضلي. عندك شيء بدك تقولي لأسيستوني بعد؟ بس بدي أقول له جود لك ونحن رح نكفي، وهيدا بصيص أمل لإلنا وللمغتربين إنه نبلش نشتغل، وما حدا يقول يعني نحن كنا قايلين إنه خلص ما في أمل، على القليلة عم نبلش بالبيئة بأشياء بالمجتمع حتى يكون من كل الطوائف ومن كل شكرا لك، وضحت الفكرة، أهلا وسهلا فيكي. يعني تلبية النداء، تلبية النداء سريعة يعني من خلال محبتهم لحتى يأجروك ويكونوا كلكم إيد واحدة وإلى جانب واحد وتكونوا كلكم حلقة واحدة. برافو. أستاذ أولا نحن عم نزرع الأمل للبنانيين، نحن عنا وطن ما بلشت قبل ما بلشت إلا بدنا نورثه لأولادنا. تفضل. توريث البلد لأولادنا بدنا نشتغل، في شغل بده ينشغل ونحن بلشنا فيه وجدية والناس اللي مقتنعين صاروا. طب خليني أسألك سؤال وكمان صريح جدا، أنت عم تشتغل وتأسس بهدف سياسي هلا هون صرنا، إذا مش أنت حدا غيرك. مش لا نحن تغير. ما هدفنا ليك. أنا ما هدفي أعمل نايب. كيف بدك تغيره؟ كان أنا شخصيا هدفك تعمل وزير كان؟ إذا صار هيك قالوا لي. مش إذا أنا بدي أعمل وزير. يمكن معلش نحن زراعة. خليني أقول لك. واحدة من المشاكل اللي عايشينها إنه الرجل المناسب ما بيكون بالمكان المناسب. إنه إذا كان أنطوان حويك مركزه ووضعه وثقافته وكل ما يحيط به لازم يكون هو اللي بيقدر يغير بلبنان بهالوزارة، فليكن. طب إذا عم تشتغل أنت لحتى يكون حدا منكم أنتم بالمجلس النيابي اللي تقدروا كثير طيب. عم أقول لك في 100 شخص بدهم يتأهلوا ليفوتوا يخوضوا معركة لبنان وسرقوا لبنان، وهيدا عم أقول لك خلال 4 سنين رح نقدم هالخيار، واللبنانيين هم رح يقرروا. بدنا نعمل انقلاب عسكري ولا انقلاب بالشارع ولا بدنا نعمل بالعنف، نحن المحبة والاحترام وديمقراطية والتنوع والحرية هن مبادئنا اللي عم نشتغل عليها. طب اسمح لي أنا وياك نتوقف مع فاصل إعلاني دايما عبر مشاكل وحلول وبنرجع نتابع سوا البرنامج. إذن أصدقائي بريك وبنرجع نتابع سوا مقابلتنا مع رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك. تابعين معكم مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان مع أنطوان الحويك رئيس جمعية المزارعين. من المشاريع اللي كلنا نحن عم نحكي عنها بهمني أسألك عن التحرك اللي صار للتفاح. يعني نحكى عن أنه رح يكون في نهار ماراثوني، البعض قال رح نرمي التفاح، منهم أخذ قرار أستاذ جابي سمعان. أنت ما كنت كثير مؤيد يعني وراء الكواليس وبتقول طولوا بالكم يا جماعة يعني بهذا الملف. لا أنا ما أخذنا موقف، اسمح لي، ما كان في قرار من الجمعية، لأنه نحن تحرك من هالنوع. نعم. بالجمعية بده قرار وبده يتحضر قبل بوقت. بس نقول ما أخذنا قرار يعني مش راضيين على اللي تنفذ. لا ما إذا غيرك أخذ قرار. لا نحن جمعية مزارعين مؤسسة إلى أصولها، وبك تاخذ قرار. نعم. بدك وقت، بك تاخذ قرار بتجتمع، بتاخذ قرار بمظاهرات إلى آخره، وبتجي بتحضر له وبتعمله، ومعودين وعملنا كثير تحركات من قدمنا 2003 وحركنا الشارع كله. نعم. مش هون المشكلة، مش المشكلة تحركنا ولا ما تحركنا. أستاذ نقول الأزمة التفاح هي الأزمة، هي أزمة بتبرهن فشل النظام السياسي اللبناني باجتراح الحلول أو وضع الحلول لأي ملف. طب بالتفاح تحديداً بالتفاح نحن ليش عم نجي نغير لأستاذنا؟ ولا نقدر هالإشياء اللي بدي أحكي عنها هيدي نقدر نوصلها وننفذها. طب التفاح عندك أول شيء يا أستاذنا وقت يكون عندك بالمواسم، كل المواسم تفاح وغير تفاح باللبنان. كل عمره من 100 سنة لهلا بيزيد الإنتاج، بخف زيتون قصدك، كل شيء بخف بزيد الانتاج على الموسم بالموسم. نعم. وبكون الطلب محدود. الحل له بأساس نقوله اول شيء او منكون من حد من الانتاج، وهذا شيء اسمه الكوتا موجود بكل دول العالم. يعني بال2003 وقت اللي نحن كان في عملنا يوم التفاح اللبناني كنا نصدر 26000 طن بالسنه تفاح، نعمل يوم التفاح اللبناني كنا معكم على الارض وكنتوا معنا صحيح، ونعمل دعاية بالفضائيات، انطلب التفاح اللبناني بشكل تذكرت الدول العربية واللبنانية أنه عندنا تفاح كانت ناسي. نعم. طلعت صادراتنا لل 85000 طن من فوق من 26000، وصار في طلب على التفاح، ما بقي شقفة أرض بالجرد غير ما نزرع التفاح. برافو. طيب نحن جينا قلنا لهم يا أخوان اوعوا أنه ما فينا نفتح هيك، بده تتنظم. نحن كنا مقترحين كوتا، يا سيدي نقولها مثلا وقت فاتت رومانيا وبلغاريا على
الاتحاد الاوروبي، اجوا شافوا كل دوله قديش عندها من كل الاصناف الزراعيه، كم بقره، كم شجره تفاح، كم شجره، حتى يقولوا انتم الكوتا تبعكم هلقد 100,000 هكتار ممنوع تزرعوا اكثر، بال 100,000 هكتار اشتغلوا على زياده الانتاج. نعم بالبقره بدل ما تكون عم تحلب 20 لتر اذا حلبت 30 اشتغلوا عليها، بس نحن ما فينا نعطيكم اكثر من مليون بقره مثلا. اوكي هيدي كوتا اسمها معروفه، لانه ما فيك تيجي تفتح الانتاج وتعمل ازمات. صار بلبنان نحن جينا هيدي الامور، هيدي تنظيم استعمال الاراضي، نحن اقترحنا حله بشيء اسمه السجل الزراعي، وقت يكون كل عقار وكل مزارع بلبنان مسجلين بديرن الغرف الزراعيه المستقله. جينا قلنا هيدا الحل وهي طريقه الحل، وبنعمل كوتا وبنعمل بننظم استعمال الاراضي للخضار والفاكهه وبنمشي بالدوره الزراعيه والى اخره. حطينا بالقانون، حطينا شو اهدافه وبرنامج كل شغله لوحده. طيب ما قدرنا حددنا، وصلنا عندنا فائض من الانتاج. فائض الانتاج كيف يحل؟ بينحل او بتحفظه للانتاج، يعني بتفوته على البراد او بتصنعه او بتزيد صادراته. طيب اول شيء لتحفظه، المزارع اليوم التفاح او البطاطا وقت ينضج، هذا مزارع التفاح اليوم عنده 10,000 قفص نعم، اذا بده يحطهم بالبراد ليشتري الاقفاص بدولارين ما معه 20,000 دولار يشتري ليحط ليحط بالبراد، وما معه يدفع، ما معه يدفع، لانه هذا مزارع بيشتغل للموسم. نعم ناطر الموسم بايلول يحوش ويبيع ليقبض مصاري يسكر ديونه. نعم جينا قلنا المصارف الخاصه ما بتعطي، لانه بتجي قلنا المصرف الانماء الزراعي هي مصرف متخصص، يعني بيجي بيقول له للمزارع، بيجي للمزارع هلا عندك 10,000 قفص، هي 20,000 دولار اشتري اشتري قفص تفضل فوتهم على البراد، هاو محجوزين لامر المصرف، بكره بشباط منبيعهم، بترد مصرياتك للبنك وما بتكون انت حارق حالك لتبيعهم بالسعر اللي عم بيعتروا اللي هو 10,000 ليره للقفص مثل اليوم. نعم منعونا نعمل مصرف الانماء الزراعي 10,000 اول باب ثاني باب 10,000 اعتبر 10,000 قفص عنده هو. طيب منعونا نعمل مصرف الانماء الزراعي بعد ما كنا قدرنا توصلنا بال 2008 بال 2009 بالمنتدى الاتحاد الاوروبي انعنا كل الاحزاب ومضيناهم كلهم لضروره تاسيسه. بيطلع دكتور حسين الحش حسين والاستاذ عدنان القصار بيقرر، بيقول له الاستاذ عدنان للدكتور حسين انسي المصرف هيدا ما بدنا ناسسه، انا بعطيهم للمزارعين من فرنسا بنك، وبس خلص الموضوع انتهى. اكلوا الضرب المزارع من هالناحيه. ثاني شغله التصنيع، هنا قلنا لان بدنا مفروض نخلق معامل تصنيعيه لا تبغي الربح. نعم. مين بيعملها؟ بدك مؤسسه يكون عندها راس مال كبير، هي الغرف الزراعيه. بيجي بعمل معمل كبير بجبل لبنان يمكن سنتين ما استعمله، يمكن سنه مثلا مثل التفاح اليوم، بضب كل الباب الثالث على المعمل، وضحت بعمله بتصنعه. اذا كنت انت يا استاذ نقول قمت شويه للبرادات وقمت شويه تصنعته منيح وجيت بالصادرات، يا اخي ايدال لشو نحن عملنا برنامج صادرات، قلنا 10 سنين من حل انه يا اخي اعملوه فليكسيبل. هي انا مش نعم. مش مفروض نحن نجي ندفع دعم البطاطا مثل ما صارت سنه الماضي، الكيلو ب 1500 ليره اللبناني عم يدفع 3000 ليره حق كيلو البطاطا، ندفع له دعم ليصدره منيح من مالي، وبلقت يكون عندك ازمه تفاح مش قادر تيجي تستاجر باخره تقول لهم للتجار تعاو عبوا لي الباخره تفاح اخذ لكم اياهم على مصر ببلاش. ان شاء الله هالمعطيات اللي عم تحكيها يكون لنا نحن جولات ميدانيه معكم باطار مشروع تغيير فور ايفر لحتى نكون مواكبين هالحماس وهالوطنيه والشفافيه اللي انت عم تحكي فيها. اسمح لي انا اشكرك بختام اللقاء معك ولك اهلا وسهلا. يعطيك الف عافيه وبشكرك على طول عم تعطينا الفرصه. ناطرين تعزمونا برحلة من رحلات فريق نحن مشاريع كثير ان الله راد. شكرا وان شاء الله رح نقول لك بكل مشروع تجي على الافتتاحيه تكون مصور معنا. شكرا لك. رح نتابع برنامج مشاكل وحلول معكم اصدقائي. ببرنامجنا امبارح كنا عم نحكي عن موضوع مهم كثير وهو اطلاق هيئه اداره السير لمناقصه بتجمع خمس مشاريع، وعن هذا الموضوع كان في محطة معني فيها مباشرة معالي وزير الداخلية والبلدية السابق العميد مروان شربل، وهلأ نحن بتواصل معه مباشر عبر التليفون تنستوضح معالي وقت اللي كان بوزارة الداخلية ما هي المعطيات اللي رافقت إطلاق هذه المناقصة. ألو ألو معالي الوزير، أنا بحييك عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان وبقول لك اشتقنا لك. الله يخليك، وأنا بحييك وبحيي ضيفك اللي سمعنا كمان حديثه وبحيي جميع المستمعين. طول عمرك معالي الوزير. بموضوع إطلاق هيئة إدارة السير لمناقصة بتجمع خمسة مشاريع، كان في شيء مهم بيقولوا أنه بوقتها إدارة المناقصات
أبلغت معاليك بحينه أنها هي الجهة المختصة بإجراء صفقة تلزيم لوحات تسجيل السيارات، وسجلت ملاحظاتها على هذا الدفتر يلي بيتضمن منح لجنة التلزيم صلاحيات استنسابية واسعة. فبكل صراحة هالمناقصة يلي عبين حكى أنه هي امتصل اليوم على قياس بعض الناس، أنا بهمني أسأل معاليك بشفافيتك يلي أنت أدرت فيها هذه المناقصة وكل الإدارة يلي أنت كنت معني فيها. ليك بكل صراحة بدي أحكي بهذا الموضوع. يا ريت تفضل. إذا رح بلش من وقت اللي كلفت شركة الفال بمعاينة الميكانيكية. تفضل معالي الوزير. كلفت من 12 سنة تقريبا وعلى طريقة وعطية وكلفت بعطيت على طريقة البي او تي. نعم. لإنشاء 4 مراكز موجودين حاليا لحد هلا. نعم. الغريب بهذاك الموضوع كان انه الاراضي كمان الدوله مقدمتها وهن انشاوا المراكز بالمعدات يلي هن عملوها وجابوها. نعم. انا برايي انه كان بوقتها كثير 10 سنين لهالموضوع هذا، لانه المعاينه الميكانيكيه بالبلدان الراقيه والبلدان يلي بتهتم بشؤون السيارات. نعم. كثير مهمه انك انت تعين السياره لحتى تكون بوضع ممتاز على السير وتخفف من حوادث السير. نعم. العشر سنين اللي مضيت فيهم الدولة ما استفادت ولا فرنك أبدا، علما بأنه اللي انعطى لها لهالشركة أكثر بكثير من ما هي عطيت، لأنه ترك لها الحرية بالمعاينة الميكانيكية وصار في كثير أمور لم تعالج بالطريقة القانونية حسب ما طلب منها، ولم يكن في بهذيك لم يكن المراقبة الضروري موجود، المراقبة الضرورية يلي ممكن تراقب هالموضوع هذا وتعاقب هالشركة على. نعم. الأمور اللي ممكن إن هي تمرقها إما عن قصد أو عن غير قصد. نعم. وصلنا لوقت هلا إنه صار في عجقة كتير على المحلات اللي بدها تعمل معينة ميكانيكية، مما اضطر انه يكون في حوالى المراكز مش بس بالحدث، بكل المراكز في اشخاص صاروا عم بيسهلوا الامور من برات الشركه ومن ضمن الشركه كمان. نعم. عم بيسهلوا الامور للمنفعه الشخصيه، مثل صار في بأجروا ضوء، بأجروا اذا كانت دولاب او مضروب في حد منه محلات انشئت، هذا كله مش لازم كان يصير ولا لازم ينعمل. نعم. هلا بدي بقول لك انه هي هلا حاليا من 1/1/2013 صارت ملك الدولة، وانا بوقتها عرضت انه الدولة تستلمها. كان العائق الوحيد انه في 400 موظف موجودين، هاو شو بدنا نعمل فيهم؟ بنفوتهم على ملاك الدولة؟ انا يومتها قلت ايه يفوتوا على ملاك الدولة ال 400، منا مشكلة يفوتوا هالموظفين يلي هن صاروا خبرة بهالموضوع هذا ويفوتوا على ملاك الدولة، لانه الدولة بتستفيد كثير من وراهم. يعني انا بقدر بقول لك في بحدود 10 مليون دولار مدخول سنوي من المعاينات الميكانيكية ومن رد السيارات وإعادة السيارات اللي بتسقط ويرجعوا ياخذوا منها مرة ثانية. نعم. وكان بالاول الاتفاق ان تدفع السياره اثناء المعاينه 15000 ليره، هلا صاروا عم ياخذوا منها 33000 ليره. نعم. هذه من ضمن الشروط. يعني هيدي شركه الفال استفادت كثير والدوله لم تستفد شيء، الا لمن انا على بوقتي عملت كتاب لمجلس وزراء ووافق انه هن بيدفعوا النص اذا بدنا نجدد لهم، وجددنا لهم 2013 بيدفعوا النص لانه ما كنا حاضرين، ورفضوا يومتها انه نفوت 400 موظف على الدولة. تعرف الدولة بالنهاية هيدي قد ما فيها تبعد من الموظفين يمكن. فوصلنا لهون، انا عملت دفتر شروط بوقتها، ودفتر شروط بقى انبعت على دائرة المناقصات. نعم. وتركت الوزارة وما عاد عرفت حقيقة شو اللي صار، بس انا بقدر بقول لك بدفتر الشروط اجبرت حطيت انه يبقوا الموظفين موجودين، ال 400 موظف يبقوا موجودين لصالح الشركه اللي بده يرسي عليها. انشات 4 مراكز اضافيه، يعني صار في 8 مراكز بلبنان، يعني وحده بعكار، وحده ثانيه بطرابلس. نعم. وحده بجبيل، وحده بالبقاع بعلبك، وحده. نعم. بجنوب.
نعم. وحدة بالبقيع الغربي كمان، يعني عملنا 8 مراكز إضافية بقى لحتى المواطن نخفف عنه عجقة السير ونخفف عنه الحضوري. مثلا ابن جبال بده يجي أو ابن جبل لبنان وين ما كان بجبل بده يجي بس على الحدث بيوقفوا بطوابير ورا بعضها ما عم بيقدر، ساعتها عم بيتدخل والمواطن معتر بيقولك ليش بدي يقعد 3-4 ساعات، عم بيتدخلوا السماسرة من هون ومن هون. نعم. احنا بنحل لك القصة ونحن بنضبط لك القصة. نعم. وبتروح القصة انه بيدفع مصاري وما بيكون عملوا له معاينة ميكانيكية لسيارته. حتى في اشخاص انعمل معاينة ميكانيكية لسيارته وسقط اول مرة وما غير شيء بالسيارة، رجع نجح مرة ثانية لانه دفع. بقى انا برايي في حلين، او الدوله بتهتم بهالموضوع لانه كثير مهم المعاينه الميكانيكيه للسيارات وتنشئ باسرع وقت ممكن بالمراكز اللي حددناها بدفتر الشروط، او الدوله تستلم هي، لانه هلي هي صاحبه القرار، هلا نحن ملكنا هيدا صار. نعم. بس عم نمدد لهم 5-6 اشهر ورا 6 اشهر لحتى نوصل لحل اللي هو موجود بدفتر الشروط او ترسي على شركه معينه. بقى انا بنظري حتى لو رست على شركه معينه ولو انشئ مراكز اكثر بدها تكون الدوله بدفتر الشروط هي مسؤوله عن الاخطاء اللي عم بتصير، والدوله تكون سهراني كمان ويكون في عناصر امنيه موجودين على كل مركز لمنع الفوضى اللي عم بتصير هلا مثل ما هي صايره. طب معالي الوزير اذا بتسمح لي، يعني عم ينحكى انه على البور على المرفأ ما في مركز للمعاينه الميكانيكيه. لا ما له علاقه البور، هذا البور. نعم. ما له علاقه وزاره الداخليه بالبور، ما له علاقه البور، ما له علاقه، ولكن ولا نفس الشركه الميكانيكيه من قبل وزاره الداخليه على البور. نعم. البور تابع لوزاره المال. طب بس نفس الشركه هي المعنيه هون وهون؟ لا، على البور في بالقانون الجديد. نعم. القانون السير الجديد طلع انه في السيارة اللي بتيجي من برا بدها تنعمل معاينة ميكانيكية لها قبل ما يجمركوها. نعم. هذه ما لها علاقة بهذا اللي أنا عم بقول لك عنه. مش من خلال الشركة اللي أنتم متعاقدين معها مثلا. نعم. مكلفينا. مش عم بسمع. التعاقد بيكون مع غير شركة من اللي أنتم متعاقدين معها؟ يمكن يكون مع نفس الشركة، يمكن يكون مع غير شركة، بس البور ما له علاقة بالمعاينة الميكانيكية اللي أنا عم بخبرك عنه هلا. طيب معالي الوزير، يعني في ملاحظات على إطلاق المناقصة حاليا، يعني عم ينقال انه اطلقتها هي اداره السير ب 16 تشرين الاول وكان اخر مجال ل 31 الشهر، رجعوا رددوا 8 ايام، مددوا 8 ايام. انا بدي اسال معاليك، يعني هل يحق لهيئه اداره السير اطلاق هذه المناقصه؟ لانه كان الجواب واضح لمعاليك. هلا انا حقيقه ما عاد عرفت شو اللي صار. نعم. في دائره المناقصات نحن بعثنا لها دفتر الشروط. نعم. هي بتدرس دفتر الشروط، هي بتستدعي الشركات، وانا قد ما بيوسعوا بالشركات قد ما هي احسن، مش تنحصر بشركتين وبثلاثه وترجع يفوتوا بعض الشركات يلي هني مش صاحب اختصاص. نعم. فانا برايي لازم يكون في جديه بالعمل حول دفتر الشروط. نعم. لحتى نعاين السيارات معاينه جديه، مش يستاجر الدولاب او يستاجر الضوء ويرجع يردوا ويشيلوا كل هالمحلات يلي موجوده وبتاجر اللي انا عم بقول لك عنه. هين تنشيل ولا صعب؟ لا، ليش ما بتنهي كثير وقت. طب وقت اللي كنت وزير ليه ما اخذت قرار بازالتها معالي الوزير؟ نعم. وقت اللي كنت وزير ليه ما اخذت قرار بازالتها؟ لانه بوقتها نحن ممنوع كنا نتدخل. نعم. وانا طلبت من صاحب الشركه انه خي مفروض نحط قوى امنيه. نعم. مفروض بالشروط اللي محطوطه سابقا. نعم. وقت اللي انعملت مع شركه الفال. نعم. هيدي شركه خاصه ما لنا علاقه فيها نحن، وإذا بدنا نبعث قوى أمن إنها تحافظ على الأمن والنظام، تعرف هذه بتدخل ضمن شراء الخدمات. نعم. يعني بساعتها الشركة بدها تدفع مصاري للدولة اللبنانية حول استخدام عناصر أمنية لأنه هذه شركة خاصة. نعم. هذه مفروض تنحط ضمن دفتر الشروط اللي انعمل. طب معالي الوزير، نحن بعثنا يوم صار في خلافات وبعثنا قوى الامن والجيش اللبناني، والجيش دخل مظبوط لحمايه بعض المراكز اللي ممكن يصير فيها مثل هالخربطه هذه. طب معالي الوزير، اذا بتسمح لي بس، يعني قبل ما يداهمنا الوقت، موضوع تغيير وتركيب لوحات تسجيل امنه للسيارات، يعني عم ينحكى كمان عملنا دفتر شروط. على ايامي انا وراحت حكومتنا ما عاد قدرنا. انتم مع انه يتغيروا اللوحات اليوم؟ طبعا لازم يتغيروا كل اللوحات. ليش؟ لانه
انا عملت دفتر شروط بلوحات كثير مهمه يسموها اللوحات الذكيه، يعني ما بقى فيك انت تشيل سياره، تشيل النمره اللي بدك اياها وتحطها على سياره ثانيه دغري بتبين. نعم. البرغي اللي بتحطه على لما بتعلق فيه رقم السياره ما بقى فيك، ما بقى يرجع، ما بقى فيك تشيله الا بطريقه خاصه. حلو. بينشال بطريقه رسميه بينعمل. نعم. وعنصر الامن اللي واقف بيعرف انه انلعب بهذا البرغي وينشال الرقم. نعم. بقى هذا دفتر الشروط كمان موجود. بقى بتمنى اهم شيء دفتر ينعمل ارقام السيارات، لانه عم نلاحظ بوقت اللي عم نعمل محاضر سرعه. نعم. 10 او 15% من ارقام السيارات مزوره، ملعوب فيها. آه. او مزوره او محطوط نمر رقم واحد على عده سيارات. نعم. او بتكون بتلاحظ هلا انا عم شوف في سيارات من ورا بيشيلوا لها النمره لحتى ما تعلق بالرادار وقت اللي برادار السرعه. نعم. في شروط لدفتر السواقه، لازم نعمل دفتر شروط يغيروا دفتر السواقه، يغيروا دفتر السياره كمان، كله رح يتغير، يغيروا ارقام السيارات ويغيروا المعاينات الميكانيكيه. اذا ما كان في شروط قاسيه للمعاينات الميكانيكيه، انا بفضل انه تنلغى المعاينه الميكانيكيه، لانه هيدي تنفيعه عم تنعمل تنفيعه للشركات فقط لا غير. معالي الوزير، انا بدي اشكرك بالختام، ولكن البعض بسجل تحفظ على ان تكون لوحات السيارات لوحات ذكيه او امنه، لانه بيقول انه من خلال العولمه والكمبيوتر ممكن يكون في تجسس قد يهدد امن بعض الشخصيات. ليك هودي بينعطوا رأ خاصه، بينعطوا بنحط ارقام في صلاحية لوزارة الداخلية بهالموضوع هذا. نعم. بنعطوا دفتر من وزارة الداخلية، أنا كنت عاطي لبعض الشخصيات الأمنية دفتر من وزارة الداخلية، بيمضي وزير الداخلية وبنعطى رقم صالح كأنه رقم قانوني. نعم. الغير هيك، في الأهم من هيك هو أنه في كتير بيعارضوا هالموضوع هذا، وبتقوم حملات بقلك تحت ستار انه هلا نحن مش وقت نغير نمرة لوحة وحط حقها 10 او 15 دولار. مزبوط. اكتر من هيك في كتير معامل عم بتصب هلا ارقام رح كترانين من قرشار، بدك كمان تضبطهم لهالموضوع. نعم. تحت ستار، كله هذا تحت ستار، انه بتلاقي في سيارة مثلا سيارة عمومية عندها نمرة، عند شخص صاحب العلاقة عنده نمرة عمومية حاططها على 3-4 سيارات، وضحت هيدي كلها بيعتبروها انه عم بتضر لهم مصلحتهم. انا بدي اشكرك معالي وزير الداخلية والبلديات السابق العميد مروان شربل، شكرا معالي الوزير. اهلا وسهلا فيك. اصدقائي، وصلنا لختام مشاكل وحلول لليوم، بنلتقي معكم نهار الاثنين بحلقة جديدة، الى اللقاء، باي باي.